السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في رحاب السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، ونحن في ذكرى ولادتها في هذه الليلة العظيمة، ليلة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يعيدها علينا وعليكم هذه المناسبة في خير وسلامة وعافية، علينا وعلى جميع من نحب إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم كل خير. باسمكم جميعا أرحب وأبارك لضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم، وهنأكم الله بهذه المناسبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم، حياكم الله. الله يحفظكم ووفقكم. نسأل الله تعالى أن يتقبلنا في رحاب الزهراء عليه السلام. شرف عظيم أن ينتمي الإنسان لديانة ربها الواحد الله تعالى، وهو الذي فطر الناس على فطرة التوحيد، وشرف عظيم أن يكون من ضمن الشخصيات البارزة الأهم في هذه الديانة العظيمة في التاريخ، تاريخ البشرية جميعا، السيدة فاطمة عليه السلام. نفخر بها رجالا ونساء. إذا أردت أن تنظر إلى مقدرة الله في خلقه وكيف يتجلى الحق في شكل إنسان، فعليك أن تنظر إلى السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليها. حري بنا جميعا رجالا ونساء أن نسير على نهجها وأن نقتفي خطوها إن شاء الله تعالى. سماحة السيد، في هذه المناسبة الكريمة هناك من قد يتساءل عن فكرة الاحتفاء بهذه المناسبات. لماذا أوصانا الرسول، أوصانا أهل البيت عليهم السلام بأن نفرح لأفراحهم وأن نحزن لأحزانهم؟ ما هو السبب؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال مولانا الأكرم يظهر هالشكل على أنه طبع الإنسان لابد أن تصنع له قدوة، نعم، وأسوة يحتذي بها وعلى حال يجعلها مثال، ويحاول أنه بشكل أو بآخر أن يتمثل هذه الشخصية. نعم. طبع الإنسان يظهر هالشكل، طبع الإنسان أنه يتأثر بالآخرين. فإذا لم نخلق للإنسان المسلم قدوات صالحة، فإنه لا إشكال ولا ريب ستؤثر فيه النماذج السيئة. نعم. وأنتم تلاحظون، يعني يظهر المجتمع أمامكم أنه شوف الشباب اللي ما عنده التزام، ما عنده هوية، وما عنده ثقافة يعني دينية بالشكل المطلوب، تجده أنه يجعل في حسب تعبيرنا في مخيلته شخصيات بين قوسين ليس لها أي قيمة علمية أو قيمة إنسانية، نعم، أو قيمة على حال اجتماعية، ولكن تجد الناس كثير ما يتأثرون به. السبب أنه لم يكن صاحب رؤية. الإنسان عندما يكون صاحب رؤية، نعم، وعنده هدف باتجاهه يتحرك، وفي نفس الوقت عنده مبدأ يدعو إلى الالتزام، بلا إشكال لابد أن يتأقلم مع هالمبدأ والقيم والهدف اللي هو ينشده. كالإنسان الشاب الرياضي، الشاب الرياضي عنده هدف، هدفه أن يكون على حال محترف رياضيا، نعم، فتجده أنه يهيئ كل ما حوله من آليات ومن مقومات وإمكانيات تؤهله أن يكون رياضيا ناجحا. نعم. شوف حتى متابعاته لشخصيات رياضية، متابعاته أو اهتمامه أو معايشته، حتى الصور اللي في الغرفة تتحدث عن ذيك الشخصية اللي هو يريد على حال يصل إليها. هكذا الإنسان. فنحن نتكلم عن إنسان الرسالي. إنسان الرسالي يعني صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب منهج. يفترض كل إنسان يكون رسالي بلا إشكال. كلنا على حال مأمورون على أن نتمثل الرسالة الإسلامية
ونوجد في أنفسنا المقومات الإنسان الهدفي، فلا بد أن تكون على حال مجموعة أهدافنا تصب في خدمة الإسلام والرسالة الإسلامية. نعم. فكيف يحرك الإسلام الناس وبأي اتجاه؟ بأي اتجاه؟ باتجاه على حال هبل وفريق هبل، أو باتجاه الموحدين، أو باتجاه الصالحين، أو باتجاه على حال ثقافة الجاهلية التي هم نشأوا عليها. فلا بد أن يوجد البديل. يجي القرآن بأعلى صوته: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يعطيك مثال، يقول يا جماعة هذا ليش؟ عليه أساس يا رب العالمين. يقول أنا أعرف على أن هذا يمكن أن يصلكم إلى على حال المراتب الصحيحة، ولذلك وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. شوفوا إنك لعلى خلق عظيم، يعني هذا إذا رب العزة وهو العظيم يصف أخلاق الرسول أنها عظيمة، فكيف تتصور إنصافا عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ زين، النبي بوجوده المبارك، وهذا الأمر انعكس على الصديقة فاطمة سلام الله عليها. صديقة فاطمة صلى الله عليه وسلم عليها، إنصافا لو أردنا أن نتحدث عن شخصيتها وعن مناقبها وعن كفاءاتها وعن دينها وعن نشاطها وأبعاد شخصيتها، شيء إنصافا أنا أمامي موسوعة طويلة وعريضة، طبعا عدة موسوعات كتبت، فاطمة أم أبيها، وموسوعة أخرى فاطمة من المهدي إلى اللحد، يعني مجلد ضخم. أكو أعلموا أني فاطمة، الموسوعة أعلموا أني فاطمة، نعم، اللي هي مستقات من خطبتها. شيء عجيب، يعني بحر زخار إنصافا، اللي ما أريد أقول أجواء الحديث وأجواء المحدث، ولكن مسلم صحيح مسلم ينقل هالرواية، والرواية تنقلها عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم، قال لها، قال رسول الله لفاطمة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ هذا طبعا وين؟ في صحيح مسلم. في صحاحنا وفي رواياتنا النبي العظيم يقول: يا فاطمة، أنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. حتى واحد سأل: يا رسول الله، مريم ابنة عمران، قال: هي سيدة نساء عالمها. ففي واقع الحال سيدة نساء العالمين من الأولين، شنو اللي عدها سيدة نساء العالمين؟ شنو المؤهلات؟ شيء غريب إنصافا. وبس أنقل لك رواية: علي بن أبي طالب يذكر هذا الشيء إلى أحد الأخوات، كانوا جالسين، سألوا أنه: يا رسول الله، حدثنا عن فاطمة، يا أمير المؤمنين، حدثنا عن فاطمة. أمير المؤمنين يتكلم عن زوجته. نعم. زوجته. قال: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ أنها كانت عندي. شوفوا أخواتي، ترى كمال الإنسان وحيوية الإنسان وفضل الإنسان مو في نوعية المكياج، ولا في نوعية الموضة والملابس والفساتين، ولا في نوعية التسوق وشراء ما أدري الماركات الأجنبية، ترى مو هذه، والله مو هذه، ولا ركوب السيارات الفارهة، ولا التسابق على أثاث البيت، والله أثاث فلان ألماني وأنا أثاثي ما أدري تركي، وهل الحالة الموجودة شوفوها أنتو. نعم. وللأسف صارت، يعني هذا شو يسموه أنتو، أكو في التعبير عن دني النساء اللي فانشستة، شو يسموه؟ نعم. هذه النساء اللي الآن صارا كأنهن بالنسبة لبناتنا وأخواتنا وفتياتنا أنهن نموذج المرأة الناجحة، في حين
ولله الحمد أنا أشكر الله أنه كثير منهن أكو برامج طلع اللي عندها من مآسي ومن مشاكل وخيانات وكآبة وطلاق أربع رجال على حال مطلقة منهم. فيعني أنتوا ليش إنسان ما ناجح بحياته كيف أنا أخليه قدوة؟ أحسنتم. أما هذا المظهر وهذا الكذا والأشياء اللي يعملها الإنسان في وجهه وفي شكله وفي ما أدري قضاياه، هذه ليست هي المعايير. معايير هذه اسمعوا، هذا المعيار. شو المعيار سيدنا؟ المعيار أن تكوني امرأة في بيت زوجك على مستوى عالي من الاستقرار النفسي والحب والعشق اللي يجعلك أن تبذلي ما في وسعك في سبيل إرضاء زوجك. سواء واحد يقول يعني شو على أي أساس؟ على أساس أنه تعيشين. يعني واحدة تقول ليش أنا أضحي حتى تستقر العائلة؟ استقرار العائلة يعني راحتك أنت، استقرار العائلة يعني راحة أولادك. يعني في كثير من الأحيان إحنا نصور لما نبذل للآخرين يعني إحنا جاي نخدم الآخرين. لا، أنت تخدم نفسك. قلت له لأحد الآباء يا سيدنا أنا تعبت ويا ابني. قلت له كل ما تتعب مع ابنك فتخدم نفسك، لأن ابنك إذا طلع صالح أنت شنو؟ مرفوع رأس، وإذا طلع طالح أنت راح تكون منكوس الرأس. طبعا سيدنا إضافة لهذا الأم أو الأب اللي يربي أبنائه تربية حسنة وراح ينشئ نشئ جديد، راح يبني حياة مستقرة. بغض النظر يا حبيبي، بغض النظر أنه ولد صالح سيدعو لي وذرية صالحة كذا، أنا شخصيا جاء أخدم نفسي بتربية ابني، أخدم نفسي بتنشئة ابني باعتبارها ديون، باعتبارها تنعكس علي يا حبيبي، تنعكس علي. إذا ابني خوش ولد أنا راح ارتاح، إذا ابني مستقر ومشاكس يعني أنا راح ارتاح، إذا ابني ناجح في الامتحان أنا راح ارتاح، إذا ابني ناجح في أعماله يعني أنا راح ارتاح. أما إذا ابني فاشل، وإذا ابني مشاكس، إذا ابني متسيب بالدروس أنا راح أتأذى. راح شوفوا راحة الولد راحة الأب، وراحة الولد كيف؟ بتربية الأب. فإحنا لما أتي الفتاة واحدة من الأخوات قالت لي ليش إحنا لازم نضحي؟ قلت لها إحنا نحب أنفسنا، إحنا يعني أنت تحبي نفسك، واللي يحب نفسه لازم شنو؟ يضحي، لأن تضحيته راح تعود إلى بالخير. مو الشكل لا كما هو معادلة الحياة، هالشكل معادلة حياة مو الشكل اللي يطلع الصبح يفتح دكانه وكذا. يعني شنو في الدنيا قبل الآخرة؟ عموما أنا أطلع دكان وأتعب حتى شنو؟ حتى أربح، يعني أريح نفسي. وهكذا الإنسان لما يبذل جهد يعني هو يريد ينجح، وماكو شيء في الحياة يجي شنو بلاش ومجاني. وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. موشيلو الأحسن زين كلام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول أنها كانت عندي في بيتي فاستقت بالقربة، يعني تروح تجيب المي من البير، استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، إيديها صار كلها حسب تعبير عراقيين فرقاس. زين. وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. زين. هذا على مستوى إدارة البيت، وهي سيدة وبنت الوحيدة لرسول الله وهو خير البشر، بس تشوف أنه هذا الأمر هو سبب ماذا؟ سبب ارتفاعها وسبب رقيها. على المستوى الأسري، على مستوى الأم والزوجة والبنت، نشوف على كل الصعد شون كانت تربيه. تقول الرواية أنه كان جالسة في الليل وتدعو، تدعو لفلان، تدعو لفلان، تدعو لفلان، حتى أن الحسن ولدها الإمام الحسن قال يا أمه أولا تدعين لك لنفسك أو تدعين لنا؟ ماما شوتي كل فلان وعلان، يا الله أرزق فلان، يا الله عافي فلان. قالت يا بني أجار ثم الدار. شوفوا أجار ثم الدار، هذا ألقن ابني أنه يا ابني أفكر بالآخرين قبل ما تفكر بنفسك، رب العالمين يبارك في حياتك. في تربية الأولاد، في تعاملها، جتي امرأة، هاي لا بأس رواية حلوة. تفضلوا سيدي. جت امرأة قالت يا ابن السلام عليكم يا بنت رسول الله. قالت عليكم السلام. قالت أن أمها مرة عندها مشكلة،
في صلاته، عندها عجز يعني ما تقدر تقوم رجليها كذا وركها تريد تصلي، فعدي مسائل، عدي مسائل استفتاءات من السيدة الزهراء سلام الله عليها. هل لا أثقل عليك يا بنت رسول الله؟ أنا تعبك؟ قالت لا لا، هاتي هاتي سألي. سألت أجابتها، فنت أجابتها، ثلثت يعني سؤال الثالث سؤال، حتى عشرت عشر أسئلة، عشر استفتاءات. بس احنا برنامجنا الحمد لله بعض الأحيان 14-15 استفتاء، عشر استفتاءات. فهي المرأة هاي اللي جاية خجلت، تقول الرواية استحت، تقول استحيت وخجلت كثيرا وقلت يا بنت الرسول الله أثقلت عليك وأنا خجلانة والله، بس شو أسوي هاي مسائل والدتي لازم شنو أوصلها. إيش قلت لها؟ نعم، رجاء اسمعوها، رجاء اسمعوا الزهراء إيش قالت لها. قالت لها يا أختاه، أرأيتي لو كان هناك ثقلا، يعني فرد حسب تعبيرنا شو سموا أنتو، فرد وزن، صندوق شربت، ما أدري صندوق أدوات احتياطية، لو كان هناك ثقلا وقيل لك خذيه إلى السطح وكل مرة تأخذين هذا لك 100,000 درهم، أكان يثقل عليك حمله؟ سؤال واضح لو لا؟ تقول فرد ثق يعني فرد صندوق الصعدي فوق السطح، كل مرة الصعدين 100,000 درهم ينطوك، هذا كان صعب عليك يثقل عليك؟ نعم. هل قالت لا، ما أسهله وما أخفه لأن خوش فلوس وش لا؟ نعم. خوش فلوس. قالت اعلمي، اسمعوا، قالت اعلمي أن كل سؤال تسألينه وكل قضية يعني من هالنوع أنت تسأليها وأنا أجيب عليها، فإن أجري عند الله، أجري عند الله بقدر ما بين الأرض إلى السماء من اللؤلؤ والمرجان و هل يثقل علي ذلك؟ شو تقولين أنت؟ أنت انظري إلى الحالة المعنوية، تشوف الكمال اللي أنا راح أحصل عليه. أنا واقعا لما قريت الرواية هواية ارتاحت، قلت الحمد لله إحنا الله موفقنا أن مسألة مسألتين ثلاثة يقول الناس واقع يعني، بس إن شاء الله تكون لوجه الله سبحانه وتعالى واقعا. فشوفوا أخواني هذه كلها دروس وكلها سيدنا عبارة. عفوا أنا آسف للمقاطعة، بس بما أنه جنابكم يعني دخلتوا إلى هذا المدخل من الاحتفاء بلي، وذكرت حضرتك القدوة بلي، والزهراء عليه السلام هي خير قدوة للنساء وهي صح، قدوة لنا جميعا. سيدة، إذن الاتباع بحد ذاته شيء محمود، ولكن هذا اللي فهمته من جنابك ووضح لي إذا كان شيء مواضح، ولكن يفترض أن نعرف من نتبع أولا، وثانيا ما يكون اتباع أعمى، اتباع يسيره العقل يعني. أحسنت، تفضل سيدي. شوفوا أنا قلت أنه الاقتداء والتأثر والتأسي كأنما طبع الإنسان، لأنه طبع اجتماعي، والطبع الاجتماعي يتأثر بالآخرين، إذا شاف واحد جميل وشكله وقصته يحاول أنه يصير مثله، أو أنه خوش يتكلم يحاول أن يتعلم من عند منه، أو شيء من هذا القبيل، أي كفاءة أي قضية أي تميز يحاول إنسان أن شنو يتمثله. نعم. فلذلك الإنسان أكو عنده كأس، أنا أسميه كأس الشخصية. هاي كأس الشخصية فارغ. الإسلام شو يقول؟ يقول أنا هذا الكأس اللي موجود في داخلكم، كأس شخصيتكم اللي نسميه الهوية، هاي الكأس هذا فارغ، فتعالوا املؤوه بأمثال وبشخصيات وبوجودات مباركة. الله يقول أنا اختاريت لكم أن يكونوا لكم قدوة كالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذا ما ترسون هذا الكأس، إذا ما ترسون هذا شخصيتكم، ما تملأ بهذه الشخصيات وبهذه، بماذا تملأ؟ بماذا تملأ؟ أنا أمس قلت ما أدري فيه، قلت يا جماعة إذا الشباب يردون قدوة، إحنا من عندنا أفضل من علي الأكبر كقدوة للشباب بالعالم كله سيدة واقع يعني؟ أو أنه إذا راد واحد يقول يا باريد أنا أسوة امرأة تكون أسوة لي، من أفضل من الزهراء سلام الله عليه، أفضل من زينب الكبرى صلى الله عليه. فأقول
احنا مأمورين هذه الاحتفاءات، هاي الاحتفاءات ترى فقط مو بس للاستذكار وجيب شدة ورد وكذا. طبعا أنا أمس بينت واليوم هم أبين، حري بنا كمجتمع مسلم وشيعي أن تكون مناسباتنا تنبع من هذه الشخصيات. نعم. يعني يوم المرأة العالمي هل يكون يوم ولادة الزهراء؟ أمم المتحدة عندها يوم المرأة العالمي، منو ما أدري مدام كوري كذا ما أعرف عليها، خلينا نشوفه شنو. نعم. روح ابحثوا أنه يوم المرأة العالمي عند الأمم المتحدة شنو. شوفوا في قضية واحدة مدري إيش عندها في الإنجاز. فاطمة أكبر امرأة يمكن تكون هي الأم، يوم الأم، يوم المرأة، يوم علي حال القدوة، ليش أنا ما أخلي فاطمة؟ يوم ولادة أمير المؤمنين ليش ما يكون يوم الأب؟ نعم. يوم المعلم ليش ما يكون مثلا ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم. أقول يعني إحنا في واقع الحال نغادر شخصياتنا، نروح نلتمس منها ومنها، وعيد الحب ما أدري كريسمس، كل هذا ضمن ثقافتهم محترمة في ثقافة. أما ثقافتي لا يعني أن تكون ماذا متطابقة مع كل ما يقوله الآخرون. هناك هوية لابد أن تتسم شخصيتنا. لأن الوقت سيدنا، والآن يعني مر 22 دقيقة من وقت البرنامج، ولكن الكلام نافع ومهم جدا ولا بد من هذه الوقفة. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة سيدنا الكريم، سلمكم الله. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، ونبدأ باتصالنا الأخت الكريمة أم يوسف، تفضلي. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا ذاك اليوم اتصلت عليكم يوسف. سؤالكم أختي أم يوسف. قلت لك أخوة أبوي دادي شرى القاع. نعم. قلت لي 5000 91. نعم. وأنا قلت لأخواني، قلت لهم أنتوا اتصلت على سيد رشيد وهي تجاوبني. أخوي الكبير يقول إحنا شو مدينة إيش قلتي لي. والثاني يقول أنا حتى لو أذلمهن وطيهن لأبوي ما أعطيك إياهن، وكل واحد حصته 2.25 مليون. قال أعطيه لأبوي وخليني بذمته، إحنا كنا صغار وش مدرين إحنا وما نعرف، أبوي ما قال لني. فسؤالك هسه أم يوسف شنو سؤالك؟ تجاوبهم يعني أنت توجههم تقول لهم هيك وهيك يعني. زين بس خليني أنا أم يوسف خليني أستذكر ويا حضرتك موضوع، شوفي صح لو خطأ. حضرتك يوم اللي تزوجتي في العهد القديم كان المهر مال حضرتك 5000 دينار، سبعة آلاف دينار، وأخذ 5000 من عدهن والدك، واشترى بيهن قطعة أرض، واليوم قطعة الأرض صارت ثمينة جدا، ولما باعها زراعية بال50 دونم، فوق الخمسين دونم. اليوم لما باعها وزع على أخوتك وما أنطاش ولا مبلغ من عدها، صار؟ أي ما أعطاني. تمام. ويقول لك إذا تريدين أنطيش 5000 دينار. أي. تمام. شكرا جزيلا. تسمعين تعليق السيد ان شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا. احنا هذا السؤال جاوبنا عنه، حضرتك جاوبت عنه، بس تقول يمكن اخواني اليوم يشوفون الحلقه. تفضل. انا استغرب من جواب اخوانها، يعني اخوانها يقولون احنا على حال ما ندري، ابونا يتحمل، هو ابونا على حال يجاوب الله. ما ادري شلون ولد صالح اولا يفكر بان ابوه يتعذب من وراه. هذا واحد. اثنين، والدك أخطأ، بس أنت الآن جاء تأكل مال حرام، أنت علمت أن هذا ليس لك، هذا مال لأختك، وأختك ما راضية، فأنت مو فقط خطأ والدك بل أنت أيضا جاء تخطأ، فأنت جاي تستمر في الخطأ اللي قام به الآخر. مثل واحد عفوا أضرب هذا المثال بس خل أبين، يعني مثل واحد يروح يسرق من واحد، راي سرقيت جبتها انطيتها الأستاذ مرتضى، قال له أستاذ مرتضى يا بسيدنا أستاذ مرتضى ترى هذه السيد سارقها. يقول أنا ما يخصني، السيد هو يتحمل، أنا بيدي واستفيد من عندها والسيد هو. يقول له يا باب مال مغصوب، أنت ما يجوزك تتصرف. فلا يفهم الإخوة، ما جاي يفهمون أنه هم جاي ينتفعون بمال حرام مو إلهم، أبوهم ذنب بجنبه، وأيضا هم ذنوبهم أيضا ماذا يقترفونها. فأيها الإخوة، حق الناس أولى من حق الله، فما قالته الأخت الكريمة لابد أن تراجعوا نفسكم، ترى هاي الدنيا
ايش قد تريد تعيش بيها بعد؟ ايش قد؟ 10 سنوات؟ 20 سنة؟ 30 سنة بعد؟ 30 سنة بالنسبة إلى الآخرة ترى لحظة، مو لحظة، شنو اللحظة؟ ثانية، لأن اليوم عند الله كألف سنة مما تعدون. اليوم الواحد عند الله كألف سنة. فديروا بالكم على أنفسكم بابا، ولا تختارون به الفلوس اللي عندكم. الله يوفقكم سيدة، شكرا جزيلا. صادق أخوي الكريم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي، سؤالكم أخوي. طالب جامعة. نعم. المسافة 55 كيلو أكثر، يروح الجامعة يوميا، يروح ويرد. نعم. شنو حكم صلاته؟ يعني صلاته هناك شنو حكمه؟ قصر يحصل كثير السفر؟ قد صار له على هذا الوضع؟ يعني هو يوميا من بداية العام الدراسي تقريبا من 11 أو. نعم، وهو مستمر بالدوام بهذه الجامعة. كم ساعة؟ كم ساعة دوامة؟ كم ساعة دوامة سيدي صادق؟ كم ساعة باليوم يداوم؟ هو يداوم يعني من ثمانية الصبح لثنتين العصر. ثمانية ثنتين، 6 ساعات يوميا. شكرا جزيلا أخويا صادق، تسمع الجواب إن شاء الله. فراس تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي ولاي. السيد يسمعك، سؤالك شنو فراس أخوي تفضل. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام مولاي العزيز، عندي سؤال. تفضل. من حضرة جنابك والله يوفقك ويستر عليك ويخليك دائما تجرب هذا البرنامج ونستفاد منك بنفس الوقت حقيقة. جزاك الله خير. تفضل فراس. سيدنا، أنا قدمت على موت سلفة المصرف رافديا. نعم. فمصرف رافديا قالوا نعطيك 50 مليون نحملهن 25. 50 مليون نحملهن 25. نعم. وأنا عندي 2 ولد مستحقين زواج، وأريد أبني غرف كيان أستقر بهن. نعم. هذا موضوعي. فشنو سؤالك؟ سؤالي يعني هل يصير هاي السلفة أخذها لو بيها أشكال يعني 25 مليون يحملوها؟ واضح. يعني نصها. اي طبعا خلال 20 سنة. واضح، شكرا. نصها بالضبط زين. الاسكان والعمار سيدنا، انا لو الاسكان والعمار ينطوني شفايك يعني ما التجي للمصارف، وانا كل الشروط متوفره بي. طيب الاسكان والعمار انا اتمنى من عندك سيد بس واحد من الاسكان والعمار وزير الاسكان بس ينظر قضيتي يساعدني. شكرا جزيلا على اتصالك يا اخوي. الله يوفقك، شكرا جزيلا لك على سؤالك ومطلبك اثنيناتهم. شكرا سيدنا الأخ صادق. قبل الأخ فراس اتصل وسأل عن طالب جامعي يومية يقطع 55 كيلومتر، يروح 6 ساعات دوام ويرجع صلاته وصيامه. هذا في واقع الحال كثير سفر. نعم. يصلي تمام في كل مكان، حتى لو يجي للنجف أو يروح إلى بغداد، كل المحافظة، كل مكان في كل العالم إذا راح يصلي تمام ويصوم في رمضان لأنه كثير سفر. إلا شوي انتبهوا، إلا إذا كان فترات بقائه فترات طويلة وأكثر من 4 سنوات على هالحالة، هناك راح يصير عنده مقر، يعني يصير كأنما وطن الثاني. 4 سنوات الحد سيد؟ 4 سنوات فما زاد، وتكون الساعات على حال أكثر من هالساعات هذه اللي يذكرها. فأنت الآن كثير سفر، وأنا ما أريد أذكر فرضيات أخرى لأنه شوش عليك. أنت كثير سفر، صلي تمام الصوم في كل مكان. الأخ فراس سيدنا اللي هي بداية السؤال عن المصرف والسلفة تفضلوا. في واقع الحال المصرف من عفوا السلفة والقرض من البنوك الحكومية لا إشكال فيه، لأنه ليس قرضا حقيقيا. نعم. هذه فت يعني شرح أحتاج. يعني القرض من البنوك الحكومية مو قرض حقيقي، وإنما هذا استيلاء وتصرف في المال العام بإذن الفقيه الجامع للشرائط. فسمحت السيد يقول يجوز لمن يحتاج أن يأخذ سلفة من البنك. نعم. سلفة من البنك حتى لو يحملوه، بس هو بال أن ما ينطي، بس هم يستقطعون من عنده شام أبا، فيجوز لك أن تأخذها، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. تمام سيدنا. هو كان عنده مطالبة إن شاء الله اللي
مسؤولين عن الموضوع يسمعوا من خلال البرنامج وطرحه. أبو كيان أخوي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أدي سؤال سمحت سيد؟ تفضل سيد اسمعكم سؤالكم. العفو، احنا مرات يصير عندنا يعني احتفالات او ايام فرح او اناشيد. نعم. هاي الاناشيد العسكريه، اناشيد على الجيش، مواليد. نعم. فنبدا نصفق والاطفال الصغار مالتنا يبدون يرقصون، هيك يطفرون يرقصون وهاي. نعم. هل هذا بإشكال؟ يعني بيه شيء حرام؟ ما ادري. يعني عفوا موسيقى، يعني موسيقى صاخبه؟ يعني هو أناشيد العسكرية هاي المتعارف عليها، المواليد أناشيد عسكرية، أناشيد يعني حماسية. لا لا حماسية لا، شوفوا موطني مو حماسي، موطني التواقيف مثل حسب تعبيرنا مثل الإنسان الهادئ وتقراها وكذا. أما أكو أناشيد لا مال جهاد واغزوهم وما ادري كذا وبيها نوع من الحماسه، مره لا اكو في شيء من حسب تعبيرنا الفرفشه والاثاره. انت اي نوع من هذه؟ يجي مرات في نوع من الفرفشه والاثاره اكو في عنها. شكرا اخي العزيز ابو كيان وبارك الله بك، تحياتي لك. اغاتي الله يحفظك. سيدنا هو عد كانه اكو فرع من سؤاله، السؤال اللي حضرتك يعني توقفت عنده موضوع الاستماع لهي الاناشيد، السؤال الثاني هو قال احنا اطفالنا يرقصون ويا هاي الاشياء. تفضل سيد. اولا اولادنا ما مكلفين، اولادنا ما مكلفين، يعني اللي يسويه ما يكتبون عليه حرام، اللي يرقص من الأطفال ما يكتبون عليه أنه معصي لأنه أصلا مو مكلف. قصد ممكن يكون أنه أنا أوجههم، بس أنا مسؤول عن تربيته، أنا مسؤول عن إرشاده، أنا اللي لازم أنشأ نشأة صحيحة. فأنت كأب مخاطب بأن تربي ابنك بشكل صحيح، فهذا الخطاب إلك أنت. زين يا بي، أي موسيقى سيدنا أخي الكريم سمحت السيد؟ كل الموسيقى يعتبرها محرمة إلا إذا كان في واقع الحال فيما يرتبط بالقضايا التي فيها تستخدم يعني بعض الأدوات فيما يرتبط بالموكب العزائي أو على حال المنش العسكري أو الموسيقى العسكرية الحماسية، هذا ما في مشكلة لأن غرضها يختلف. أما هذا اللي تقول عنه بفرفشة وبإثارة، هذا ننصح أن لا يكون، وحاولوا أن تختاروا لأولادكم أشياء فيها على حال جنب مربية ونفس الوقت هم معاني جيدة ومضامين عالية أفضل من الهوسة والكذا. ولكن الأطفال عموما أرجع وأقول أنهم ليسوا مكلفين، نحن المكلفون. سيدنا يعني الموسيقى التصويرية من ضمن اللي تصنف حراما؟ سمح السيد عنده مشكلة تحريم لو احتياط. أي عنده أنه في إشكال، أما السيد الخوي ما عنده مشكلة. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا، إن شاء الله الأمر صار واضح للأخ أبو كيان. بعدنا نستقبل مشاركاتكم إخواني الكرام وأسئلتكم من خلال ومداخلاتكم من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا بإمكانكم أن تفتحون كاميرا الموبايل على أقصى أسفل يمين الشاشة، ستجدون الكيو آر كود الرمز الخاص بتطبيق المجيب، تطبيق مهم جدا بإمكانكم أن تطلعون على كم كبير جدا من الأسئلة اللي ممكن تتوافق مع الأسئلة اللي تدور في أذهانكم. وواحد الإنسان هم يزود معلوماته وخبرته بالحياة وبالأمور الدينية إن شاء الله. طيب نأخذ مشاركة أخواني الكرام، طبعا المشاركات الصوتية الرسائل الصوتية نأخذها من التطبيق المجيب أيضا للي يحب أيضا يطرح يعني رسالة صوتية. تفضلوا. السلام عليكم سماحة السيد. أحد الأخوة سمى ابنه حميد أو حامد، هل الصح هذه التسمية أو إلا لازم مثلا يعني يسميه عبد الحميد؟ جزاكم الله الخير، نرجو الإجابة. شكرا جزيلا. تفضل سيدنا. لا إشكال في أنه نسمي أولادنا بأسماء الله الحسنى، حميد، رشيد، مجيد، علي حال، شهيد. نعم. هذه أسماء الله الحسنى، ما في مشكلة، وما يحتاج أنه نكتب عبد الحميد عبد، لأنه هذه فكر الوهابي، يعتبرون أنه فكر الوهابي يعتبر على أنه كل اسم الله الحسنى إذا أتسميه هذا الشرك وهذا ما يجوز، لازم تكتب عبد
رشيد، عبد العزيز، عبد الكذا، ما يحتاج هذا، لا حاجة له ولا إشكال. حميد، حامد، عليه حال، صفة يعني عماد، عماد، هذا كله أسماء الله سبحانه وتعالى، لا إشكال في ذلك. أبو أرشد تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالكم. حبيبي سؤالنا طبعا. الأسبوع الفات الدنيا كانت باردة، نعم، طبينا الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نصلي صلاة الصبح، نعم، فقالوا بالصحن ما يصير، طب وجواب صحن فاطمة الزهراء عليها السلام، نعم، طبينا بصحن فاطمة الزهراء نريد نصلي، الناس نايمة والجماعة صلاة جماعة، أجى هذا الخادم قام يقعد بيهم، راد من عندهم حاول ماكو، نعم، والصلاة امتدة، فأرجو من حضرة السيد أنه يوجههم على هذه الشغلة، ما جاي يصير هذه، إحنا صلاة الصبح نصليها في سبيل نتبرك بأمير المؤمنين بالله وبأمير المؤمنين، أحسنت، بس يوجههم، أريد من الله ومن عنده. شكرا جزيلا أخي أبو أرشد وبارك الله فيك، ممنون ممنون، مع السلامة. استوديو بارد طفي السلام. لا جيد، الله يحفظك. تفضلوا سيدنا تعليقكم على كلام الأخ أبو أرشد. في واقع الحال أخي الكريم، عموما إحنا في كل مؤسساتنا سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات أهلية أو مؤسسات عامة دينية، نحتاج إلى ضبط وانضباط، وما شاء الله من الكوادر اللي الآن في العتبة أكثر من ما أدري كم ألف منتسب، زين هذا شغلة شنو؟ شغلة أنه يجعل الناس ينامون؟ يعني هذا أكو تقصير، تقصير في الواقف هناك المسؤول هناك، شون يخليهم ينامون أو إذا ناموا لازم أحسنتم. الآن أنا شخصيا لما نروح إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله فنك تمد رجلك، فنك شوية كذا، يوم اللي وقت الصلاة خلاص قم زاير حاج كذا، أكو شيء اسمه ضبط، أكو شيء اسمه. أما الجماعة مسترخين فلما صارها والله شو سوي لنايم، أكو خلل، يعني خلل بالالتزام، وهذا مو فقط في مؤسساتنا الدينية وإنما حتى المؤسسات الحكومية، عندما يكون استرخاء وعندما لا يكون التزام يتفشى الخلل في على حال كل جوانب المؤسسة. أحيانا سيدنا يعني يبذلون جهودهم ولكن التجاوب المجتمعي ما يكون مناسب 100%. تجاوب مجتمعي عندما الإنسان على حال يأمن العقاب ويأمن الكذا يسيء. أنا لما أخلي نوع من الإجراءات ورادعة ماكو هذا الشيء، وأنا شايف يعني أنتم شايفين مسافرين وشايفين في حرم الإمام الرضا مع كمال الاحترام، الله شاهد مع كمال الاحترام بالريشة يقول لي عفوا كذا، مو إلي لأي واحد، الناس يعني يستجيبون وخلص. إذا عندكم ناس ينامون افتحوا لهم ما شاء الله عندكم صحن فاطمة طويل وعريض وفيه صالات مبردة ومفروشة، خلي الناس هناك تنام. سيدنا كأنه الأخ أبو أرشد هم طلب من جنابكم أنه تحجون الناس نفسهم اللي قاعد يسوي الناس، بس إذا تسمح لي سيدنا أخذ اتصال ونرجع لهذا الموضوع لأن أبو سام تأخر كثيرا على الخط. نعتذر أخي أبو سام، تفضل عزيزي أنت. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والسلام، تحياتي للسيد العزيز، الله يحفظكم، حياكم الله. الله يسلمك. سؤالكم أبو وسام عزيزي تفضلوا. سيدنا أدي قطعة أرض، نعم، باسم عمو بوي. عمو عندك؟ نعم. عمو بوي، عمو بوي ما عنده خرفة مثل ما يقولوا، نعم، ما عنده ذرية، لا ولد ولا بنات، إحنا ما عنده لا بنت ولا ولد، نعم، إحنا تورثنا القرى، نعم، زين سيدنا، نعم، أولاد عم أبوي أولاد عمه يقولون إحنا شركان بهاي القضية، وأنا اللي حاكي، أنا اللي قايم بالواجب. أولاد عم والدك لو أولاد عم المتوفى؟ أولاد عم والدي، نعم، زين، أنا اللي قايم بواجبة بقضية الدفين بقضية الفاتحة بقضية المأتمة كله بعلاجاته كل أموره، وأبوي اللي مستار في القاع عنها. تمام، فأنت تسأل حقك لو حقهم الميراث، هذا سؤالك صح؟ حقهم حقي شنه لي وشنه لهم. سيدة عندكم سؤال بخصوص بما فيهم ابن أخوي، هؤلاء المدعون عندهم ما يثبت ادعائهم؟ لا كل شيء ما عندهم. شنو؟ إيش بس يدعون؟ ما بس النسب.
هم ولد عم أبوه، يعني إيش يصيرون من المتوفى؟ ولد عمه. لحظة، أنت قلت لي ولد عم والدي وهو عم والدي، يعني أبناء أخوه. هو عم والدي وذولاك أولاد عمه، أولاد عم أبوي. شكرا جزيلا، تسمع الجواب إن شاء الله أبو وسام، تحياتي لحضرتك. زهراء أختي الكريمة تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولضيفك الكريم المحترم. حياكم الله أختي الكريمة، تفضلوا سؤالكم. سؤالي للسيد، أنا بيت أهلي يباعون مسلسلات مدبلجة، يباعون على حفلات، يباعون على مسلسلات أنا ما أحبها، وأنا ما أقعد وياهم بالبيت، أعزل نفسي بالغرفة من هذا الشيء، هم ما عندي علي فد إثم من هذا الشيء. زين، هم بس هيك سؤال إذا تسمحي لي أختي الكريمة، أكيد نعم. من الصبح لليل هم مشغلين هاي الأشياء صح؟ أكو أوقات يشغلوهم. أوقات يشغلوها. زين، أنت بقية الأوقات، بقية الأوقات متواصلة وياهم وعايشة وياهم؟ إيه عادي، بس بالتلفزيون ما أتحمل هذا الشيء، ما على حفلة أو مسلسل مدبلج أو هذا، أنا ملتزمة هذا الشيء ما أتحمله. تمام. ومن أحكي عليهم يحسهم يزعلون، فقمت ما أحكي. فسؤالك إنه هاي تعتبر قطيعة رحم أو لا صح؟ عافية، بالضبط بالضبط. شكرا جزيلا، تسمعي. شكرا جزيلا. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا نجاوب أول شيء الأخ أبو أرشد، عفوا هو طلب من حضرتك، تكلمت عن جانب اللي هم خدم أمير المؤمنين سلام الله عليه، طلب هو من حضرتك أنه تتكلم ويا الناس وتوعيهم فيما يرتبط في واقع بها. الحال الناس لما يروحون إلى الأماكن الدينية للزيارة والاستزادة وعلى حال التعبئة الروحية. نعم. أما أنا ما عندي مكان أروح أنام هناك، هذا خلاف الأدب يعني. نعم. إلا اللهم إذا أكو أماكن مخصصة لاستراحة الزوار لا بأس به، أما أنه أجي في مكان عبادي، واحد قاعد يقرأ قرآن، واحد قاعد يدعو، واحد قاعد يصلي صلاة الليل، وأنا مولانا أفرش نفسي بهالطريقة، ليس مناسبا، لا أقول حراما، ليس مناسبا ولا لائقا، إلا إذا كانت التعليمات تمنع ذلك فيكون حرام. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو وسام سيدنا، رح أعيد لحضرتك بشكل مختصر. عم والده عنده قطعة أرض، فهذا الشخص ما عنده ذرية سيد، يعني ما عنده أبناء ولا بنات. الأخ اللي هو ابن أخوه يقول أنا ورثت هذه الأرض، الآن أبناء عم أبويا يطالبون بميراث، هل هذا من حقهم؟ أنا راح أبين قضايا أرجوكم أن تطبقوها. يعني أي واحد أقرب إلى الميت فهو يرث، الأبعد عنه ولو رتبة ممنوع. أجيب مثال، إذا أبوي موجود أخوتي، أبوي يرثني إذا أنا متت، أبوي يرثني ويمنع أخوتي. إذا أبوي ما موجود أخوتي ماذا يرثونني؟ ليش؟ لأن الأب أقرب من الإخوة. وياي لولا هنا أنت تقول هذا المرحوم عم والدك. زين، فوالدك يصير شنو؟ يصير ابن أخوه. نعم. ابن أخوه، واللي موجودين ذاك أولاد عمهم، يعني يصير رتبة وطبقة متأخرة. لا عفوا سيدنا، ذولاك يصيرون أولاد أخوه، يقول ولد عم والد. رح يقول أنا ما أدخل بالتفاصيل. نعم. أي طبقة، يعني أي شريحة هي أقرب إلى الميت من الطبقة الأخرى فهي الأولى بالإرث. ما له علاقة صارف عليها بحياته، هو غسله ودفنه، صارف ما صارف مو مهم. تمام. أي واحد أقرب هو الوارث، وهذا قسام شرعي يحدده. تقول لا سيدة ماكو قسام شرعي وهذا ماذا سند مثل كذا، مو مهم. الأقرب فالأقرب، القرآن الكريم يقول أولي الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله. سيدة بس حتى نوضحها للأخ الكريم، المتوفى عم والده يقول أنا ورثت هذه الأرض، أبناء عم أبويا يرثون لو أنا أرث. أولاد عم أبوه بالنسبة هو والمرحوم رتبة واحدة لو رتبتين؟ كيف يعني سيد؟ يعني نفس الدائرة، أو هو أقرب إلى الميت منهم يعني باحتماليا؟ قد يكون، ما أدري، خلي خارطة، أنا ما جاي هذا. نعم. خلي خارطة أولاد عم، هو هذا يصيرون أولاد أخ المتوفى سيدنا. أولئك أتوقع هيك. نعم. أولاد أخ المتوفى. نعم. وهذا الأخ، وهذا يصير ابن أخوه، هو بعيد هذا. نعم. ولكن أقرب يعني. إذا هذا المفترض يعني. محمد علي أخوي الكريم تفضل. شكرا سيدنا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرحم والديك. أقول لك سيدنا عندي سؤالين. تفضل. عندي ولد اثنين،
هذول عندهم يعني عمل بسطه بسيطه باب الفندق حاطينها يبيعون اغراض شغلات العاب وشغلات وهاي. نعم. فهو هذول طلاب مدارس، واحد مكلف واحد ما مكلف، فبالاربع اشهر اللي اطلع ماكو يشتغلون، فصار عندهم مبلغ، هذا الما مكلف عنده مبلغ والمكلف عنده مبلغ، يعني عمره 17 سنه وواحد عمره 10 سنوات. فش اسمه هذا يعني يستحقون خمس، دارت عليه السنه الفلوس. تمام. سؤال جميل. سؤال ثاني عندك اخي محمد علي. سؤال ثاني يعني هم ولد حضرتك اللي سالت عنهم ابنائك؟ ابنائي. الله يبارك لك بيهم ان شاء الله. الله يخليك، رحم الله والدك. سؤال ثاني. سؤال ثاني، هاي الثلاث ايام اللي انا مدير اداره بالفندق قاعد. نعم. الثلاث ايام بس اريد يعني السيد يبين هذا. انا بارحه هذول زوار جو ثلاث ليالي، فكلهم متبرجات وكانه عيد ما ادري شنو هذا. نعم. فالبارحه باوعت بنات شابات طالعات كلهن حمره وزواقه، واخر مدير يعني عجيبه يعني فتشي يعني مصيبه يعني على كل. طلعا انا قلت بيني وبين نفسي، قلت يا الهي هذول جايين يعني متوجهين خذ حتى ترضى. الامام الحسين عليه السلام يقول الهي خذ حتى ترضى، يعني هذول وين رايحين؟ وين رايحين؟ هيك شخصيه عظيمه. طيب. بهالحمره بهالزواقه. فسؤالك اخي يا محمد علي. نعم. سؤالك هو هذا، اقول يعني شنو هذا؟ جايتهم من غير محافظه يعني يجون يم الحسين هيك يسوون؟ يعني ما ادري يعني ليش هيك، ليش ما يقعدون بمحافظته ويسوى هالذنوب هاي؟ شكرا جزيلا اخي محمد علي، تحياتي لحضرتك، الله يحفظكم. نرجع نجاوب على الأسئلة. سؤال الأخت زهراء سيد، بيت أهلها تقول يطلعون حفلات ومسلسلات مدبلجة، وأنا من أشوف هذا الوضع أنسحب لأنه ما يتقبلون مني أحد. كلش عال وجيد وممتاز. إذا أتي تكلمتي معاه وما جاي أثر كلامك وجاي زعلون، خلص أتي انسحبي انسحاب مسالم، قعدي بغرفتك وانشغلي بأمور مفيدة، وحتى لو يحسون أنه أنت ما موافقة. جيد. الإنسان من يرى المنكر أن يستنكره ولو بوجهه، هيك يقطب وجهه، يقلب وجهه. نعم. يعني يقطب وجهه أو يستنكره بقلبه. على أي حال أنت زين ما تفعلينه وما في أي مشكلة، ولكن على أي حال في أوقات اللي قال جناب الأستاذ غير اللي وقت المسلسلات وكذا، كوني أريحية معاهم وتعاملي بشكل صحيح حتى تنطين نموذج صحيح للإنسان الملتزم. الملتزم مو معقد، الملتزم مو إنسان همجي، الملتزم مو إنسان وقح، إنسان مؤدب، إنسان عاقل وواعي. أحسنتم سيدنا. في دقيقتين سؤالين سيدنا محمد علي. ابن المكلف اللي صار عنده فلوس ودارت عليها سنة، لازم يخمس مكلف، لازم هو يخمس. أما الطفل ذاك اللي أبو العشرة، أبوه لازم يخمس له. على رئيس السيستاني. نعم. على رئيس السيستاني الأب يخمس لولده غير البالغ. أحسنتم سيدنا. سؤال الثاني أو عفوا طلب من حضرتك أن نتعلق على الناس اللي يجون من محافظات أخرى يزورون الحسين عليه السلام وهم مو ملتزمين جدا. هي هاي السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وتعالوا وشارع الكذا وراح اكو صعاديات، هي هاي الحالة، حالة العقل الجمعي. العقل الجمعي يدفع الإنسان إلى الوضع العام. وضع العام يعزون الحسين يعزون، وضع العام يرقصون يرقصون. هذا من أخطر المظاهر الاجتماعية، أن الإنسان ينجر وراء الوضع العام الذي يسميه الإمام أمير المؤمنين، عدة تسمية هواية لطيفة. نعم. يقول الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، إن شاء الله إحنا كنا متعلمين على سبيل نجاة، وهمج الرعاع. همج الرعاع يتبعون كل ناعق. نعم. أو ينعقون مع كل ناعق، يركضوا وراء كل هوسة. ذول همج، الهمج إن شاء الله يهديهم ولا يتأثرون بالسوشيال ميديا زايد، لأنه على حال تأخذهم إلى دواهي. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، احترامنا الكبير وشكرنا لكل ما تفضلت به. شكرا جزيلا سيدنا. أشكركم، حياكم الله، بارك الله بكم، الله يوفقكم. نسألكم الدعاء لنا ولمشاهدينا جميعا. الشكر لكم أيضا إخوتي الكرام، نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة. شكرا، في رعاية الله وحفظه.